مساء الخير واهلا بكم من جديد. الدوله بتقوم بجهد كبير في تطوير الصناعه، ومصر شهدت نقله نوعيه كبرى يعني خلال السنوات الاخيره في هذا الملف المهم اللي بيحظى باهتمام رئاسي كبير، وده بيسهم بالتاكيد في تحقيق الاهداف الاستراتيجيه للدوله وبيعظم قدراتنا الانتاجيه وبيلبي احتياجات الطلب المحلي ويحد من الاستيراد، بيوسع القاعده التصديريه كمان وبيعزز القوه التنافسيه للمنتجات المصريه في الاسواق العالميه. هنتكلم عن أهمية دعم الدولة لقطاع الصناعة مع ضيفي الأستاذ مصطفى عبد الإله الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات. يا أستاذ مصطفى أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. قولي في الأول، بتشوف إزاي يعني الجهود اللي بتبذلها الدولة للارتقاء بهذا المجال المهم، للارتقاء بالصناعة والصناعة الاستراتيجية كمان تحديدا؟ الحقيقة أن الدولة بتهتم بملف الصناعة نظرا للتحديات العالمية المختلفة اللي بقت بتحيط نقدر نقول بالإقليم وبمصر. الصناعات سواء كانت استراتيجية أو كانت صناعات أقل منها، دي دورها إنها بتؤمن سلاسل الإمداد اللي مصر بتحاول إنها تعظم قيمتها الموجودة فيها. علشان كده احنا بنلاحظ ان الدولة بتقوم بمجهودات مختلفة، سواء عن طريق افتتاح مصانع جديدة او مجمعات صناعية او حتى معاونة مصانع نقدر نقول انها كانت قائمة بالفعل لكن بتواجه عثرات مختلفة، وده بهدف ان احنا يكون عندنا نقدر نقول العدد الاكبر من المصانع هو فعلا فعال، هو فعلا بينتج، هو فعلا قادر على التنافسية سواء في السوق المحلي او الاقليمي او الدولي. ممتاز. طيب يعني أهمية دعم القطاع الصناعي، لو تبحرنا في ده أكتر واتكلمنا عنه أكتر، يعني ليه دايما بنقول أو يعني كنا حتى فيما سبق بنناشد أن الدولة لازم تهتم بهذا القطاع؟ خلينا في البداية يعني لو هنرجع بالمشاهدين إلى فترات سابقة، إحنا في نقدر نقول في خلال العقود اللي فاتت وتحديدا في فترة ما قبل ثورة 23 يوليو، مصر كانت اقتصاد يعتبر أحادي قائم على الزراعة، لكن لاحظنا ان احنا بعد 23 يوليو بقى في توجه جديد للدولة المصرية انها تعمل تنويع في نقدر نقول مصادر الاقتصاد الوطني، منها الزراعة والصناعة والخدمات. علشان كده كان في مجهودات من الدولة ان احنا نبني قلاع صناعية سواء لصناعات ثقيلة او صناعات متوسطة او خفيفة. نقدر نقول ان القلاع الصناعيه دي ابتدت تواجه بعض المعضلات والتحديات مع مرور الزمن، وده لاسباب مختلفه. الدوله من 2014 انتبهت لخطوره هذا الملف، اللي هو ان في وضع نقدر نقول متدني نوعا ما في القطاع الصناعي، وده مش هيقدر يخلي مصر انها تنافس عالميا. وخلينا نحط في الاعتبار نقطه ثانيه، ان الدول المتقدمه قامت وتشد ساعدها على الصناعة. علشان كده كانت الدولة ليها رؤية استراتيجية بإعادة نقدر نقول تقوية الصناعة وإعادة إحياء ما فقدناه منها على مدار العقود الماضية. طيب اشرح لنا مبادرة ابدأ، يعني ايه اللي بتقوم بيه لدعم الصناعة؟ يعني لو رجعنا بالإحصاءات هنلاقي ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية كانت في 2022 كانت أوضحت أن احنا عندنا في مصر حوالي 34 ألف مصنع، منهم 8000 مصنع كانوا متوقفين جزئيا أو كليا عن العمل، وده لوجود معوقات مختلفة. المعوقات دي اتبنت على مدار سنين طويلة، والسنين دي كانت نقدر نقول كل مرحلة فيها بتواجه تحدي مختلف، ونقدر نقول أن القطاع الصناعي في مصر كان من أكثر القطاعات اللي واجهت تحديات غير مألوفة. يعني احنا ابتدينا مثلا كان في المرحلة الأولى التوترات السياسية في عام 2011، ثم بعد ذلك اندلاع موجات الإرهاب من سنة 2013، وبعد كده عمل الدولة المصرية على مواجهتها بكل حزم، ثم بعد ذلك بقى عندنا أزمة كورونا اللي أدت لتعطل سلاسل الإمداد في العالم كله، بعد كده أزمة الحرب الروسية الأوكرانية. طبعا كل ده أدى إلى محدودية الاستثمار في القطاع الصناعي، وأدت إلى محدودية تطوير المصانع القائمة والمنشآت الصناعية. علشان كده كان الدولة لازم تتحرك في شكل سريع جدا لأنها تقوي المصانع الموجودة بالذات المتعثرة منها، فكانت مبادرة ابدأ. طب مبادرة ابدأ هتبقى الهدف منها إيه بعد كده؟ مبادرة ابدأ حط هدف لنفسها أنها تساعد أكبر عدد من المصانع بهدف تطوير حجم الانتاج الصناعي وحجم التصدير اللي الدولة مستهدفة انه يكون 100 مليار دولار سنويا،
طب احنا دلوقتي الحجم التصدير بتاعنا قد ايه؟ حوالي 53 مليار دولار، ده بيشمل الصادرات البترولية. بدون الصادرات البترولية احنا حوالي 35 مليار دولار. لكن عشان نوصل للهدف الأسمى اللي احنا عايزينه اللي هو 100 مليار دولار، ده لازم يكون في نقدر نقول دفع كبير لكل القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي. ازاي بتساهم الصناعه يعني استاذ مصطفى في دعم النمو الاقتصادي في اطار الازمه اللي بيمر بيها العالم دلوقتي؟ احنا لو رجعنا لفتره 2020 وزي ما قلنا فتره توقف سلاسل الامداد، ده ادى لنقدر نقول حاله ركود في العالم كله. كان في فترة ما قبل كورونا احنا كنا معتمدين وكنا دايما بنقول ان العالم قرية صغيرة والعالم مفتوح وسلاسل الامداد شيء سهل جدا ومن اليسير ان احنا نصنع منتج في بلد ونصدره لبلد اخر. لكن احنا اتفاجئنا في فترة 2020 ان كل حركة الصادرات والواردات توقفت بالكامل، المخزون اللي موجود في اي بلد اسعاره تضاعفت بشكل كبير، وده اثر على اقتصادات مختلفة بالذات اقتصادات الدول الناشئة. علشان كده احنا لما بنبص ان احنا بنقوي نقدر نقول منشآتنا الصناعية، ده بيساعدنا ان احنا نقوي الاقتصاد الوطني. لان في حالة لا قدر الله ان عاد حالة اغلاق مشابهة لكورونا، او حتى ان في توترات اقليمية بتحد من عملية تصدير المنتج المصري، يبقى احنا عندنا كده الكفاية اللي نقدر نعتمد عليها، وبخلاف كده ما نعتمدش على الاستيراد من الخارج. ايه دلالة اهتمام الدولة بالتصنيع وكمان بتعميق يعني المنتج المحلي او المكون المحلي في الانتاج؟ خلينا نلاحظ مجهودات الدولة في الإطار ده. بنشوف دايما ان رئاسة مجلس الوزراء بتحرص انها تعمل اجتماعات دورية مع نقدر نقول المصنعين اصحاب المصلحة في القطاع، لان احنا نحاول نذلل كل العقبات اللي بتوقف عملية ان احنا يبقى عندنا الانتاج المحلي مصري 100%. وده احد الخطوات اللي احنا بنسير عليها. بخلاف كده احنا بنحاول ندعم كل سلسلة الامداد المصرية من خلال نقدر نقول مدخلات الانتاج. فاحنا كنا في فترة سابقة كنا بنعتمد في مصانعنا المصرية على مدخلات انتاج واردة من الخارج، عشان كده كنا بنلاقي ان في مصانع كتير جدا قائمة على التجميع. لكن لما الدولة من 2014 ابتدت تتوجه لنقطة تانية اللي هي دعم سلاسل الامداد بتاعتنا من خلال تصنيع مدخلات الانتاج. عشان كده مثلا وهنقول منها يعني احد الامثله المهمه، ان احنا اهتمينا في الفتره الاخيره ان احنا نعمل مصانع للبولي ايثيلين والبلاستيك. دليل لان البولي ايثيلين بيدخل في صناعات كتيره جدا، نقدر نقول صناعات سواء باكينج سواء كانت صناعات طبيه او خلافه، دي كنا بنضطر نشتريها من الخارج بمليارات الدولارات. لكن احنا دلوقتي قدرنا ان احنا نوفرها من خلال المنتج المحلي المصري. بخلاف كده احنا بقينا بنستخدم كمان عدد من الخامات الموجودة في مصر واللي كانت بتصدر الى الخارج بدون ما احنا بنعمل قيم مضافة عليها، بقينا بنصنع من الخامات المعدنية دي او الخامات الطبيعية منتجات سواء منتجات وسيطة او منتجات تمت الصنع وبنصدرها للخارج. وانعكاس ده ايه في المستقبل على التنمية؟ اظن ان المسير نحو تدعيم الصناعه هو السبيل الاصح للتقدم الاقتصادي، لان في اقتصادات كتيره قائمه على الزراعه وقائمه على الخدمات، لكن ما بتقدرش انها تعمل يعني نقدر نقول قفزه كبيره نحو التقدم او ان هي تكون من مصافي العالم الاول. لكن الصناعه هي اللي بتدعم الدول وهي اللي بنقدر نقول بتحفز خطاها نحو انها تكون في مرحله متقدمه جدا من دول العالم. عشان كده انا اظن ان الخطوات الدوله في ملف الصناعي بتساعدها في ملفات اخرى انا اعتقد انها سياسيه. وزي ما احنا بنسمع دايما ان في العالم بيعاد تشكيله، العالم بيعاد هندسته، واهتمامنا بالقطاع الصناعي احد ادواتنا لدخول العالم الجديد اظن من منطلق قوه. ازاي بتساهم تهيئه كمان البنيه التحتيه في دعم مجال الصناعه؟ نقدر نقول ان احنا منذ 9 سنوات واحنا بنجتهد في مصر من اجل تدعيم البنيه التحتيه باختلاف انواعها، سواء كانت بنيه تحتيه بريه او بحريه او جويه. يعني ليه احنا بقى؟ عندنا تاثيرها ايه؟ احنا عندنا طبعا يعني لو هناخد امثله منها، مصر عندها 15 ميناء
منها 12 ميناء تجاري. الموانئ دي كلها دخلت في عملية تطويرية مهمة جدا، بحيث ان احنا ندعمها بمرافق جديدة تتناسب مع حركة الشحن الدولي. طب تأثير ده ايه؟ ان انا بسهل على حركة المصانع بتاعتي ان هي تنقل بضايعها الى الموانئ دي اللي هتكون فيها نقدر نقول السفن الدولية اللي بتحمل بضائع وتصدرها للخارج. بخلاف كده انا عندي شبكة الطرق اللي هي بتكون رابطة ما بين المصنع او المنطقة الصناعية وما بين المواني دي. كمان المواني الجوية اللي هي بتسهل نقل البضائع اللي هي نقدر نقول عليها سريعة التلف او في حاجة للنقل السريع. عشان كده الدولة اهتمت بتطوير 25 مطار، 7000 كيلو متر من الطرق في الشبكة القومية للطرق. بخلاف كده كمان احنا عندنا المعابر البرية الرابطة مع الدول المحيطة زي ليبيا والسودان اللي كمان قمنا بتطويرها. في النهاية كمان احنا عندنا نقطة مهمة احنا بنحاول دلوقتي ان احنا ندعمها، وهي النقل النهري، لان النقل النهري ده هيساعد على تقوية الترابط ما بيننا وما بين دول الجنوب. واظن ان احنا في الخطوات دي ان احنا بنعمل يعني نقدر نقول وضع متكامل من محيط بالقطاع الصناعي، وده اللي هيؤدي الى ان القطاع ده يكون عنده الادوات ان هو يصل بها للعالم الخارجي. ايه القطاعات الصناعية يا استاذ مصطفى اللي احنا محتاجين نركز عليها الفترة اللي جاية؟ أنا أظن إن إحنا محتاجين ندعم الصناعات القائمة على التقنيات والتكنولوجيا، وأظن إن ده واضح جدا في العالم. يعني إحنا لاحظنا في الفترة الأخيرة ومن خلال أيام إن في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بيتجهوا إن هم يعملوا مصانع للمايكروشيبس، وده لأن المايكروشيبس بقت بتدخل في كل الصناعات العالمية دلوقتي. انا اظن ان احنا كمان محتاجين ندخل في المجال ده، لان المايكروشيبس واجهت ازمه كبيره جدا في فتره كورونا والعالم كله تعطل في انتاجه، وده اثر كمان على السوق المصري. بخلاف كده في منتجات تكنولوجيه كتير احنا مفترض نخترقها سواء كانت سوفت وير او هارد وير، او يعني نقدر نقول السوفت وير ده اللي هو البرامج التكنولوجيه والهارد وير اللي هو المنتجات التكنولوجيه. بخلاف كده احنا محتاجين كمان ندعم منظومة التعليم المرتبطة بالصناعات دي، لأنها صناعات دقيقة جدا جايز احنا في منطقتنا حديثي عهد بها، وأظن مصر عندها فرصة كبيرة لأن مصر عندها مؤسسات تعليمية قوية ممكن تدخل وتخترق المجال ده، فبالتالي يكون عندنا نقدر نقول العامل البشري القوي اللي يقدر يساعد الصناعات دي. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى عبد الله الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، شرفتنا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. استنونا هنروح لفاصل، وبعد الفاصل فقرتنا الثانية والأخيرة.